بل السلام على أخي الرشيد. أنت سيدي قبل أي شيء آخر، ولكني أحبذ أن تناديني أخا، فذلك أقرب مودة وأشد قربا يا عباسة. إيوانك قد فرغ، وواضح أنك لم تنم الليل بطوله. لم يستطع أحد أن يرفع الكدر عني، حتى الموصلي بعوده وشدوه الجميلين. ما بك يا أخي؟ ما الذي يؤلمك؟ وكان حريا بك أن تفرح بعودتك منتصرا. لا أدري ما الذي يدفعني إلى الحزن، مع أني عدت منتصرا لتوي على ملكة الروم، وقد أجبرتها على دفع الجزية صاغرة. هذا بالإضافة إلى أن ملكك الآن يمتد من الديلم إلى بخارى، ومن بلاد النيل إلى بحر الهند. كم أخشى على هذا الملك من الضياع، ولهذا أراك في حزن وكآبة. أيمكن أن يضيع ملك كهذا؟ ضاع ملك أكبر منه حين تنازع الوارثون على ما ورثوا. لقد عرفت ما يكدرك، ولداك المأمون والأمين. وضعت يدك على جرحي النازف يا أختاه، جذع واحد أنبت غصنين، كل غصن في اتجاه.
عما تبحثين يا سجاح؟ حبة قمح، حبة قمح سقطت من الوعاء، رأيتها بأم عيني، سقطت هنا. من أجل حبة قمح واحدة تبذلين كل هذا الجهد؟ اسمع يا بهلول، لا تستهن بالصغير فتخسر الكبير. أعرف هذا، وأعرف أن هذه الحبة تعطي 7 سنابل. أسعدتني بكلامك هذا. لا تتسرع النعمة يا سجاح. ولما؟ لأنك لست من أهل هذا النعيم الذي تطمحين إليه. ما هذا؟ هذا طعامك. منذ متى وأنت تمازحينني على هذا النحو؟ ما تعودت المزاح في طعام، إنها الحقيقة. أية حقيقة هذه يا امرأة، وأنت تقدمين لي قصعة فارغة؟ أقدم نتاجك. ألا يوجد طعام في دارنا؟ وكيف يوجد طعام في دار ينام صاحبها حتى الظهيرة؟ أعجب والله من دار يخلو من طعام. أحق بي أن أقول ما قلته، فأنت الرجل، عماد الدار وربانه. إلى أين يا بهلول؟ إلى سوق الكرخ. سوق الكرخ؟ علك تريدين شيئا؟ قف وانتظر. خذ. ما هذا؟ قيراط كامل؟ انتقلي فرخا صغيرا من الدجاج بهذا. وما حاجتك للفراخ؟ لي فيها منفعة. أخشى أن تصابي بخسارة لا تحسبينها، وقد يؤرق هذا أجفانك. اطمئن، فالخالة سجاح تحسب لكل شيء حسابه. ما بك تقف هكذا والقيراط في يدك؟ هيا انطلق واتني بالفرخ على عجل. سأتيك بالفرخ، سأتيك بالفرخ بهذا القيراط. قسما لو لم تكوني أرملة بائسة لا ولد لك ولا معين، لما جلبت لك فرخا ولا أجبت لك طلبا مما تطلبين. ها هو النهار قد انصرم ولم أبع شيئا، ومع ذلك تصر زوجتي على إيقاظ باكرا. ما بال الناس لا يشترون مني؟ أأكون مصابا بالجرب أو الحمى؟ إن لم أبع شيئا فلن أستطيع أن أكل. علي أن أتقي جوعي ببعض الفاكهة ريثما يحضر زبائني. لو كان المرء يبيع في أحلامه لكنت أثرى الناس يا طرفة. أين تينك المجفف؟ خبأته في الداخل. وكيف يعرف الشاري بشيء سترته؟ سترته كي لا أخسر بعضه. كيف تخسر بعضه؟ مذ علمت أن الشمس تسرق ماء. أين وضعته؟ وضعته في مكان لا يبرحه الهواء أبدا. يا وياه، هربت من خسارة إلى خسارة. وكيف ذلك؟ يا وياه، ألا تعلم يا صاحبي أن الهواء كالشمس
يسرق من الرطب ماءه ونضارته. ألا ترانا نضع اللحم في الهواء فيمسي قديدا والملابس الرطبة تتحول جافة؟ لقد فاتني ذلك حقا. هيا هيا يا حصاني هيا. أيا بهلول، ماذا تريد؟ لم تقل لي أين أضع الطين إذا؟ ضعه في الظل الرطب وسيبقى على ما هو عليه. هيا. مجنون من يقول عنك مجنونا حتى لو امتطيت قصبة. أفضل الموقد قدره، وأفضل ما في القدر ما يحويه من طعام دسم. هذا حال من قلت همومه وكثرت دراهمه. ما تنوين طبخه يا نائلة؟ عصيدة. عصيدة؟ عصيدة كل يوم؟ أتحبذين العصيدة إلى هذا الحال؟ بل يحبذها من قل عمله وشحت دراهمه. لو تحضرين الفالوذج أو تعدين السكباج أو تطبخين المضيرية. وما شأنك أنت حتى تحددي طعامنا؟ أود أن أغير طعامنا. أراك تحمل سرا وأريد أن أبوح به إليك. أسألك كيف تنظرين إلى زبيدة ومراجل؟ زوجتان لأخي الرشيد وأمان لولديه. لا زلت تبطنين ما أود سماعه. لو سمح لي يا أخي أن أفضي مشاعري بشأن ما سألني لأفضيت. ويحك يا عباسة، أتكتمين وقد شكوت إليك همومي؟ زبيدة ابنة عمنا ومن صلبنا، أما مراجل فمجرد جارية. مراجل زوجتي التي أحبها، وزبيدة زوجتي التي أكرهت على الزواج منها. لا تسيء فهمي يا أخي، فأنا لا أجد فرقا بين زبيدة ومراجل، ومن تؤثرها منهما أؤثرها أنا أيضا. شفيت غليلي يا عباسة وأثلجت صدري، والله الآن أستطيع أن أنام. أبا وهب، ما عهدي بك تسرق؟ أعرف أنك أوصيتني على فرخ بقيرة. الحمد لله اعترفت بديني، لم أستطع النوم من جراء ذلك. أين الفرخ الذي أوصيتك تشتريه لي؟ ما بك يا سجاع؟ ألا تودين أخذ ما أوصيتني عليه؟ لكنني لا أرى فرخا، إنما أرى دجاجة كبرت وامتلأت لحمة. هذه بقيرات. بقيرات؟ بقيرات. ما أهدي بالدجاج رخيصا إلى هذا الحد. خذيها. سأدخر قيراطا إثر قيراط، وأشتري دجاجة إثر دجاجة، ويكون عندي دجاج كثير. عشرة دراهم ونصف. بكم اشتريت فاكهتك؟ بتسعة دراهم ونصف. درهم واحد نتاج يومك يا طرفة؟ حانوت في سوق الكرخ يعطي درهما واحدا؟ وماذا تريدينني أن أفعل؟ أن تكون ثريا كتجار بغداد، يكدسون دنانيرهم ويعلون دورهم ويسعدون ذويهم. وهل أملك حظي كي أبدله؟ خف المشترون واضمحل من يشتهون الفاكهة. كثر المشتهون يا طرفة، لكنك لا تجيد بيع الفاكهة. الفاكهة غالية الثمن يا نائلة، وأهل الكرخ فقراء الحال مغلولو الأيدي. ما رأيك أن تستبدل تجارتك بشيء آخر؟ لا يا نائلة، هذا حانوت أبي للفاكهة، أورثني إياه وسأبقيه كما ورثته. كان أبوك يقظا النهار وشبه يقظ ليلة، أما أنت فإنك نائم ليل نهار. وما الضير في ذلك؟
لماذا ألام على أشهر قضيتها نائما ولا يلام أهل الرقيم على مئات السنين التي ناموها؟ لأنهم كانوا أتقياء ولم يكونوا بائعي فاكهة. الشات المذبوحة لا يؤلمها السلخ يا أبا الطيب. صدقت صدقت. مع السلامة. السلام عليك يا سجاح. وعليك السلام يا بهلول. كيف حال الدجاجة؟ تضع في كل يوم بيضة، إنها رزق كبير لامرأة مثلي، لا حول لها ولا قوة. قولي الحمد لله. ولكنها ليست بقيراط. وما أدراك بذلك؟ امتلكت قيراطا ثانيا، فذهبت إلى السوق لأشتري دجاجة أخرى، فوجدت أن ثمنها درهم. سبحان من حول قيراطك إلى درهم. حوله بيديك يا بهلول، إنني لا أشك بذلك. بهلول. ما أسرع تاجر ينام في حانوته على الدوام إلا أنا. وكيف ذلك؟ ما إن أغمض عيني حتى يتراءى لي حلم جميل، أحلم بأنني أمتلك 10 دنانير. تحلم ب10 دنانير فقط؟ أو ما يزيد قليلا. ما أتعس الفقراء والقوم، إنهم لا يطمعون بالكثير ولو كان ذلك في أحلامهم. أيا بهلول، ما الأمر؟ اشرح لي كيف حصلت البارحة على إجازة دون ثمن. لهذا ناديتني؟ حلفتك أن تفعل. سأفعل. خذ حصاني، انتبه إنه يرفس، سأشرح له. بكم هذه الإجازات الست؟ 3 بدرهم و6 بدرهمين. حسن، إذا ثمن ما في يدي من إجاز هو درهمان فقط، أليس كذلك؟ لا يختلف عليه 2. طيب بكم هذه الإجازة؟ بنصف درهم. سأعيد لك 4 إجازات، كل واحدة منها بنصف درهم، وبذلك يكون قد عاد إليك درهمان ثمنا للإجازات الست، وبقي لدي إجازتان. أعيد لك ما بدأته أم أكتفي بهذه؟ ارحل عني، وإلا أخذت ما في سلة الإجاز مجانا. ما هذا الذي في يدك يا العباسة؟ قصعة فارغة. ما عهدنا نأكل ونترك قصعنا في الإيوان. لقد تذكرت، إنها لبهلول أبي وهب، تركها مدخل إلي وخرج دونها. تقول بهلول؟ كيف حاله؟ في أحسن حال، يضحكنا حينا ويبكينا طورا. أحقا كما يشاع أنه يركب قصبة ويدور عليها في أزقة الكوفة؟ وكيف ذلك وهو العالم الذي يستفاد بعلمه والفقيه الذي يؤخذ بفقهه؟ والله يا أختاه لا أدري ما الذي حدث، فجأة يتحول من عالم فقيه إلى مخبول. أيعقل هذا؟ كأنني في حلم. يحيرني أمره فعلا يا أختاه. تسمعينه فلا تشكين بعلمه وفقهه لولا تلك القصبة التي يمتطيها، وأحيانا ترين أفعاله وتسمعين أقواله فلا تشكين للحظة واحدة بأن صاحبها راشد، وهو بين كل ذلك فطن ذكي، حديثه لامع وقوله موجع ومجلسه مرح. وفي النهاية هو ابن عمنا يا أخي.
بالطبع ابن عمنا الذي لا نستطيع أن ننسلخ عنه أو نتبرأ منه. نائلة، يا نائلة. ما الأمر يا طرف؟ لم أنم اليوم في الدكان على غير عادتي، لقد بقيت مستيقظا طوال النهار، وإذ بالزبائن يزدحمون في مشهد لا عهد لي به. لقد نفذت بضاعتي كلها والحمد لله. الحمد لله، هذا أول الغيث. خذي. ألم أقول لك إنه أول الغيث؟ 30 درهما دفعة واحدة. والأصل؟ 10 دراهم. 10 دراهم؟ ألم تستطع أن تستيقظ منذ 3 سنوات خلت؟ ومع هذا لم أصل إلى الحلم الذي أصبو إليه. وما هو الحلم الذي تصبو إليه؟ أن آتي إليك وفي يدي أكثر من 10 دنانير. الحبات الثلاث. هذه لعبة بهلول لن تنطلي علي. أي بهلول هذا؟ وأية لعبة تقصي؟ أي بهلول وأية لعبة؟ إليك عني يا سجاح، ليس الوقت وقت مزاح. أنا أسألك فتجيب. 3 درهم. ألا تباع بقيراط؟ قيراط؟ قيراط؟ أنت لا تملكين خدعة بهلول حتما. ماذا قلت؟ أريدها لأتذوقها. إذن تكفيك واحدة. أما الأولى فلكي أعرف ما طعم الدراق بالنسبة لغيره من الفاكهة، والثانية لكي أميزها عن الأولى بحلاوتها، والثالثة لكي يثبت عندي طعم الثانية فلا أنساه أبدا. سأعطيك 1 بقيراط، أما المسألتان الباقيتان فاستفتي بهما زوجتي نائلة فهي جارتك، لقد أخذت لها البارحة ما يكفي لتبيان ذلك. كما تريد، خذ هذا قيراط. أعطني 1. تفضلي. ما الذي تخبئينه في جيبك؟ من أنت؟ لا تخافي. لماذا تسأل إذن؟ أعجبني منظر الدراق بين يديك فأحببت أن أسأل عن مكان وجوده. الآن اطمأن قلبي. هذا دراق اشتريته الآن. أتعرف سوق الكرخ؟ لا. هناك في آخر الزقاق. ما اسم تاجره؟ اسمه طرف بن جابر البغدادي. طرف ابن جابر البغدادي. شكرا. يا هذا، لم تقل لي من أنت. تاجر يهوى شراء الفاكهة. السلام عليكم. وعليكم السلام. أظنك تبحث عن قصعة نسيتها بالأمس يا أبا وهب. ما نسيتها يا سيدي، بل تركتها عن عمد. وما الذي دفعك إلى فعل هذا؟ خشيت أن أخرج بها فارغة فيقول قائل خرج من دار الخليفة بقصعة فارغة. سأملأها لك، قسما سأملأنها. ليملأها ماء سيدي. بل ليملأها ترابا سيدي. أطلب من الخليفة أن يملأها حصى. حصى؟
حصى؟ ماذا قلت؟ حصى؟ ولم الحصى يا أبا وهب؟ لأرجم بها شياطين مجلسك هؤلاء. يا طرفة، يجب ألا تزيد في سعر فاكهتك. لقد قطعت نهرين يجريان للوصول إليك. لقد بعتك كل هذه البضاعة بخمسة دنانير وسبعين درهما، ولن أساوم في هذا. حسنا، لقد قبلت. اتفقنا؟ اتفقنا. ها، هذه خمسة دنانير. هذه خمسة دنانير. وهذه سبعون درهما. ها؟ وهذه سبعون درهما. أين وضعت المال؟ بالصندوق. أله قفل؟ بالطبع. قل لي، أمتين هذا القفل؟ أمتن مما تظن. هل دللتني على مكان صنعه لأصنع واحدا شبيها له تماما للحانوت؟ ولم لا؟ أعرف حدادا في بغداد لا يفوقه أحد في صناعة الأقفال. حقا؟ متى نذهب إليه؟ عشرة دنانير. عشرة دنانير وثمانون درهما. يا لحظي التعس، عندما بلغت التجارة ذروتها باع كل شيء. يا لحظي التعس. منذ متى وأنت تضع أموالك في صندوق حانوتك؟ منذ أشهر عدة. لما؟ لغاية في نفس يعقوب لم تدم. تستحق ذلك، أخفيتها عني فسرقت. ما يدهشني كيف سرق الحانوت ومفتاحه معي. عدت بخفي حنين. هذا حالك إن بعت فاكهتك وإن لم تبعها. تاجر فاشل، تاجر فاشل. كفاك تقريعا يا امرأة، لست بالتاجر الفاشل. المفتاح معي، كيف سرق الصندوق؟ كيف يسرق؟ تذكرت شيئا. ماذا تذكرت؟ تذكرت أنني أرشدته إلى الحداد الذي صنع لحانوتي القفل والمفتاح. وما حاجته إليه؟ كان ينوي صنع مفتاح عنده. هذا أول الغيث، لقد صنع مفتاحا شبيها بمفتاحك. ولهذا سرق حانوتي وما زال مقفلا. ما الذي يضحكك؟ لقد عرفت الجاني، إنه قصي. وأين يقيم؟ لست أدري. إذن لم نتوصل إلى شيء. لقد وجدته. الحل؟ لا، بهلول. وما شأن بهلول في ذلك؟ ما الأمر الهام الذي تود إبلاغي إياه يا هارون؟ اجلسي هنا واستمعي جيدا. تعرفين صلتي بجعفر بن يحيى، إنه بمثابة أخي، كما أن والده ابن خالد وزيري وأبي في آن. لا أشك في هذا أبدا، لكنني لازلت أجهل ما استدعتني من أجله. تعلمين يا أختاه علم اليقين بأنه يحلو لي الجلوس وجعفر بن يحيى، وخصوصا في مثل هذا الوقت المتقدم من الليل. سمعت صوته قبل خروجه من ضبعة الوقت. وقد خرج لأنني استدعيتك إليه. أعلمي يا العباسة أنني أود جمعكما في إيواني، لأنني بحاجة إليكما، أستمع إلى حديثكما وآرائكما، ولكي أستطيع جمعكما تحت سقف واحد يجب أن نعقد قرانكما. سيدي الرشيد، دعيني أوضح ما قلته. إنني أحبذ أن نعقد قرانا صوريا بينكما لكي يتسنى لكما مجالستي معا. ما الذي تقولينه فيما سمعت يا العباسة؟ لا أقول إلا ما تراه يا أخي. على بركة الله إذن.
دعنا نعود إلى بغداد يا بهلول. أنا أعود إلى بغداد صفر اليدين؟ وما فائدة أن نبحث عن رجل مجهول في مدينة كهذه؟ البصرة كبيرة يا بهلول، ونحن غرباء، ثم إننا قضينا يومين متواليين ولم نجد ما يرشدنا إليه. ألم يقولوا لنا إن جزارا يقطن هذا الحي؟ بلى، ولكن ما علاقة الجزار بقصي؟ اسأل، هل هذه هي خمارة غياث؟ وما دخل غياث بما نحن فيه؟ ألم يذكر أمامك اسم غياث؟ أم أنك لا تريد الوصول إلى غريمك؟ نعم نعم، أريد الوصول إليه. اسأل. السلام عليكم. ماذا قال لك؟ هذه خمارة غياث. هذه خمارة غياث؟ إذن صاحبك في هذه الدار. تقصد قصياً؟ نعم. ومن الذي أنبأك بذلك؟ اصعد وتأكد بنفسك. هيا. افتح. تعال أعطني النقود وإلا قتلتك. ما الذي يبكيك يا أختاه؟ فراقك الدائم، ما أكثر غزوك وحجك. نعمتان أنعمهما الله علي، والحج على الأبواب، وأنا مستطيع بحمد الله. ومن سيحل مكانك في غيابك؟ أوكلت الأمر ليحيى وولده جعفر، ولك. لي؟ وما أدراني بالسياسة يا أخي. تستطيعين أن تستقي ذلك من جعفر بن يحيى، فأنت جليلته على سنة الله ورسوله. بقران صوري. لا أنكر لك، كوني لي عينا ولأمري نصيرا ولعضدي سندا فيما يأمره الله ويرضاه. لقد تأخرت القافلة يا طرفة. قل لي يا بهلول، كيف اهتديت إلى قصي؟ قصي؟ اجلس واستمع، اجلس. ألم يقل لك إنه قطع نهرين للوصول إليك؟ نعم قال ذلك. والنهران هما دجلة والفرات، معنى هذا أنه قدم من البصرة. ألم يقل لك عن الذباب الذي يلاحقه أينما ذهب وحل؟ أذكر أنه قال ذلك. وبماذا أجبته؟ قلت له، أتظن حانوتي حانوت جزار؟ قال أصبت. نعم قال ذلك. بالاستناد إلى هذا علمت أنه جزار. لكن من الذي أرشدك إليه وفي البصرة كثير من الدور ذات الطابقين؟ المسألة بسيطة يا رجل، فهو حينما سألني عن الحوص التي أحملها قال على سجيته، ماذا تفعل بالخواب التي تحملها؟ زلة لسان، لا تلمني يا صاحبي، لعنك الله يا غياث. معنى هذا أنه يقيم فوق خمار يدعى غياثا، لأن الخواب لا تكون إلا لدى من يمتهنون صناعة الخمور. يا لك من ذكي فطن. اسمع يا بهلول، سأقتسم مالي الذي استرجعته بيني وبينك. بل ستدفع أجرتي وأجرة حصاني للقافلة التي ستقلنا إلى بغداد. طبعا سأدفع، لكنني سأساهم معك بدرهم واحد. ولم يا بهلول؟ ثمنا لثلاث إجاصات أخذتها من حانوتك. ذكرتني، ثلاث إجاصات بدرهم، الإجاصة بنصف درهم، الإجاصتان بدرهم، تبقى إجاصة واحدة بلا ثمن، فكيف ذلك؟ طرف فكرنا بهلول.